الأفضل في 2019. أفضل ممثلة، أفضل ممثلة السنة دي كانت المنافسة فيها خانة، يعني فيها منافسة من كتير من الممثلات اللي أجادوا مسلسلات وأفلام وأعمال درامية، كلهم كانوا يستحقوا، إنما الأصوات تحكم. فاز بلقب أفضل ممثلة لـ 2019 بنسبة 29% هند صبري. لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوك؟ لا تخاف ولكن احذر، ولكن احذر. فمرآتي لا تقلب الحق. أجمل ممثلة في 2019. التصويت كان على الفيل الأزرق، بس 2019 كانت فيها شغل حلو قوي. ميرسي يا منى، ميرسي، الله يبارك فيكي. أنا مبسوطة قوي، مبسوطة أولا إن أنا عارفة إن الاستفتاء ده منكم أنتوا، وإحنا واثقين، وعشان كده إحنا هنا النهاردة عشان نقول لك بجد. ده حقيقي، أشكرك يا هند، أشكرك يا هند. هند صبري كانت الأفضل، كانت الأروع، كانت الأكثر ألقاً في 2019. حبيبتي تشود. الحمد لله، الحمد لله. قولي لي فريدة اللي عملتيها في ال أنا سمعت لا تخافوا. أجلي حافظين، حافظين. عايزة أقول لك كانت شخصيتين فريدة ولوليا. لما الاستاذ مروان حامد والاستاذ احمد مراد جم لي بالورق ده، قلت لهم يعني انا حاسه انه بعد خالد الصاوي واللي عمله في الفيل مرعب الاولاني، مرعب. انا هعمل ايه؟ يعني انا ممكن اقدم ايه؟ التحدي كان ان هم كانوا عايزين شخصيه نسائيه تبقى هي اللي مؤثره قوي كده في الاحداث، وانا كست وانت عارفه قد كده بؤمن ان الستات عايزه تاخد حقها اكتر في السينما وفي الدراما، وعايزين فعلا يبقى في شخصيات مركبه نسائيه، مش بس الحبيبه والصديقه والخطيبه، انه يبقى في شخصيه كامله متكامله ست. فلما لقيت فريده ولوليا قلت انا بقى هفجر كل حاجه جوايا. قلت لها ما تيجي لده، كنت ممسوسه. بصي يا هند، الشخصيه فريده شخصيه ممسوسه، انما بجد لوليا هند صبري انت ممسوسه بالفن، انت مجنونة. ترو. بكلم كريم، يعني انا وكريم عبد العزيز كنا بنتكلم على هند صبري في يوم من الايام، يعني قال لي انا هند بحبها جدا وصاحبتي من زمان، انا لما شفتها في الفيل الازرق شفت السيناريو معاها، قلت لها يا هند انت هتحضري دكتوراه؟ انت بتعملي ايه في السيناريو يا هند؟ بشرح السيناريو، بيبقى فيه الوان وكل مشهد ليه لون، وكل احساس جوه المشهد ليه لون، فانا بشتغل بالالوان الكولر، يعني عندي كده تكنيك معين. فمروان حامد متعود عليا لانه عمارة يعقوبيان وابراهيم الابيض واشتغلنا مع بعض قبل كده، فهو بيعرف سيناريو هند صبري بيبقى معروف كده. لا اشرحي لي الالوان ايه، يعني الاصفر ايه والاحمر ايه، قولي لي كده. حسب الايموشنز، يعني الاحساس مثلا لو في غضب اصفر، لو في رومانسيه احمر او بينك، لو في يعني. وعلى طول لما بشوف اللون بفتكر انا فين، انا كفريده او كلوليا او اي شخصيه بأديها، بفتكر على طول انا محتاجه الايموشنز دي معايا. بس انا دلوقتي هقول كل زميلاتي هيعملوا زيي، مش عايزه، انا عايزه سر المهنه يفضل عندي. يا هند العلم في الراس مش في الكراس. يا هند هذا العام هند يعني تخطت تحديات كتيره، تحديات فنيه كتيره جدا، وطلعت كسبانه مش بس بالفيلم ده، انت اخدتي نجمه الجونه السنه دي. صحيح. عن نوره تحلم. صحيح. فيلم يا تونسي كده محترم تتفرج عليه، وتتفرج على الاستاذه المشخصاتيه هند صبري. مبروك مره ثانيه على الفيلم ده. احكي لي ليه عيطتي بقى في الجونه؟
ليه عيطت في الجونه؟ هقول لك ليه. كنت حاسه ان اولا كان جوزي معايا وهو مش دايما بيبقى موجود في التظاهرات الفنيه دي، كنت حاسه قد ايه مهم ان في حياه الفنان خصوصا يبقى في حد مؤمن بيه، حتى لو مش معاه في كل لحظه، حتى لو مش يعني انا جوزي ممكن ما يتفرجش على 4 5 افلام، بس الفيلم اللي انا اقول له لا ده انا عايزاك تتفرج عليه بينزل يتفرج عليه، المهرجان اللي اقول له لا بليز انا عايزاك جنبي. فكنت حاسه كده بامتنان لامي اللي شايله بناتي وانا بشتغل، ما هو الناس مش عارفه برضو هذا الجزء، ان احنا بني ادمين عندنا عائلات وعندنا ناس بتزعل ان احنا مش موجودين دايما، وعندنا شغلانه قاهره ساعات يعني ساعات يعني عارفه انت عارفه بتغلبك. فكان كنت حاسه بامتنان للناس يعني، كان في زملائي يوميها الحب اللي طلع منهم والتسقيف انا شفتهم لان انا كنت وراهم، انا كنت قاعده ورا، فلما اتقال اسمي انا في الاول عملت كده، وبعدين لقيت احمد السقا بينط كده من مكانه وما فيهاش تمثيل دي ولا كاميرا عليه ولا، فحسيت الله طب ما هو الواحد ممكن يشتغل الشغلانه دي ويكسب كل الناس اللي بتشتغل معاه. يعني انا عايزه دي كانت مجرد مخزون من المشاعر الحلوه ولا كان عندك تشالنج تحدي ما؟ كان عندي برضه تحدي، ربنا انصفك. ده حقيقي ده كان عندي تحدي ما، لانها بصي كان في يعني في سنين بتبقى حلوه، في سنين بتبقى اقل حلاوه، وفي سنين بتبقي نفسك تثبتي حاجه، نفسك تثبتي انا يا جماعه عايزه اشتغل، عايزه امثل، انا عايزه امثل. يعني هو ده الاحساس. وكمان عملتي دور صغير قوي في الممر. ايوه الست اللي من الستينات. أيوة. الشكل كله والاداء مع انه مشهد صغير قوي هند، بس ما شاء الله اثر يعني، ناس كتير بتكلمني عنه، ناس كتير جدا بتكلمني عنه، اتكرمنا عليه، ناس كتير شايفه انه ده من معاني يعني ايه تبقى الست الاصيله اللي بترفع من معنويات جوزها وبترفع من معنويات بلد، ودي حاجه يعني انا اشكر استاذ شريف عرفه لان هو دايما انا فاكره قال لي هتعملي دور مشهد هتيجي تصوري يوم بس افتكريني المشهد ده هيعمل ايه، وفعلا انت كنت لسه ممثله مع الكنز. انا عامله يعني مع استاذ شريف انا عادي يعني بس قال لي انت هتيجي يوم، انا تحت امرك يا استاذ يعني شريف. انت الحبه اللي عملتهم في الممر دول كان يوم اوردر يوم؟ يوم. ايه بس كان في اكتر من لبس واكتر من مشهد؟ يوم يا راجل. لا لا دي حاجه جامده جدا، ده انا هقعد اتفرج عليكي تاني. واو. وقفت هند صبري ووقفت هند صبري مع زملائها وصناع فيلم الممر امام رئيس الجمهوريه. صحيح. يكرمون امام الشعب المصري لقيمه فيلم الممر. احكي لي عن اليوم ده. كان يوم مهم جدا وكنت حاسه بفخر فظيع، وانا كمان بقول كلام عن المراه المصريه، انا قلت حتى عاشت المراه المصريه العظيمه، علشان دايما حتى لو الفيلم حربي وفيلم والفيلم معانيه مهمه، واحنا الاجيال الجديده ما تعرفش حرب 67، ما تعرفش يعني ايه حرب استنزاف، ما تعرفش يعني ايه ناس كانت بتسيب عيالها وتسيب اهلهم ويسيب بيته ومش عارف راجع ولا لا، والست دي بقى اللي قعدت ربت وصمدت وطبطبت، دي باهميه اللي راح يحملت ظرف اقتصادي ونفسي صعب جدا صعب جدا جدا. طيب. ايه بقى اللي ما عرفتيش تعمليه في 2019 وناويه تعمليه في 2020؟ اعترفي. مسلسل. ايه ده والله؟ ده انا على فكره لما قلت لك مسلسل انا كنت كده بفكر. لا لا مسلسل، عايزه اعمل مسلسل بقالي من حلاوه الدنيا. كنت عندكم هنا. انا لسه بتفرج بتفرج على حلاوه الدنيا يعني. حلقتنا في بتاعت حلاوه الدنيا دي كانت من احلى حلقات عمري. عظيمه عظيمه. فيا رب كده ان شاء الله مسلسل، لان دراما مسلسل وحشتني. وعلى المستوى الشخصي عايزه تعملي ايه؟ عايزه اشوف بناتي اكتر شويه. بس لو عملت مسلسل مش هتحصل. ايه بس انت ام ملتزمه يا هند، انت عارفه الناس اللي تتفرج كده ممكن تفتكر ان لا 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 هند تصحى الصبح بدري مع البنات. مع البنات وبوديهم، بس عارفه نفسي بقى اوديهم تمارين اكتر يعني، نفسي اقضي اجازات اكتر كده يعني، ما يبقاش دايما في اجازاتهم انا بشتغل، لكن الحمد لله بصي يعني ما عنديش أمنية كبرى، أنا يعني بحاول دايما أنا أحسن من نفسي كل سنة عن السنة اللي قبلها، بقعد أحاسب نفسي، نفسي برضو أشتغل أكتر على حاجات خيرية، نفسي أشتغل أكتر على موقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي، إن أنا يبقى في بيني وبين الناس تواصل أكتر عن حاجات خيرية. فيا رب ده يحصل. ممكن ده يكون إضافة فعلا. يا رب ده يحصل. أنت بتعملي أصلا شغل خيري مع منظمات دولية بس نفسي أبقى مع الناس أكتر.
طيب هند، الكاميرا بتاعتك اهي. ايوه. وقاعد يعني في التلفزيون، قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون، بناتك وجوزك، رساله بقى من القلب. ايوه. ايوه. من غيركم ما اقدرش اشتغل. انا قلت لاحمد كده، قلت لك كده في مهرجان الجونه لما خدت الجائزه، من غيرك ما اقدرش اشتغل، ما اقدرش ابقى حاسه بالبراح ده، بالمساحه اللي تخليني ابدع واعمل ادوار واركز فيها من غير ما ابقى شايله هم ان انا مقصره او وعارفه يا رب ان انا يعني عارفه ان انا حتى لو قصرت سامحوني، لكن انتوا هتبقوا فخورين بيا اكتر وانا بشتغل وانا محققه نفسي. وانا فخوره بامي اللي كانت بتشتغل طول عمرها وادين لها بالكتير، وادين لها انها ورت لي صوره ام عامله وام بتشتغل ومسؤوله جوه وبره. فيا رب هو ده اللي تاخدوه مني كده، ده لعليا وليلى. احمد بقول له من غيرك بجد انا ما اقدرش اشتغل، انا بحبك جدا. على فكره احنا كمان بنحبك يا احمد. احمد عظيم. هند صبري، اخر حاجه هقولها انه هند صبري يتم اختيارها افضل ممثله، هي القاعده الازليه الواضحه، لا يصح الا الصحيح. لا يصح. Thank you.